اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي. سفره معاكم ان شاء الله من 3 ل 4 على الهواء. مستنيه كل تليفوناتكم طبعا على 236، الاس ام اس على 236، الخط الارضي على 0900936، والخط الدولي هينزل معاكم على الشاشه. وصفات النهارده وصفات لذيذه جدا جدا. وصفه فته لطيفه قوي، انا كنت اكلتها في مكان وعجبتني جدا واعتمدتها من ساعتها. فتت الكفته بالفريك ودريسنج الزبادي او صوص الزبادي، هنستخدم زبادي لاكتال، وهنعمل الكفته باللحمه المفرومه. نجيب اول حاجه اللحمه وبعد كده اقول لكم على باقي المقادير كلها. اللحمه المفروض تكون فيها دهن يا جماعه، يعني انا محتاجه من 20 لـ 30% دهن جوه اللحمه. لو الدهن ضاني يبقى احلى، واحلى للناس اللي بتاكل ضاني يعني، بس بيبقى احلى كتير. علشان نعمل فتت الكفته بالفريك والزبادي محتاجين عيش شامي متقطع مكعبات ومقلي، ممكن كمان يبقى بلدي طبعا. محتاجين فريك مغسول ومنقوع ومتصفي، فلفل رومي وطماطم مفرومه وبصل مبشور، ملح وفلفل وشويه ميه للتسويه، وتكون طبعا ميه مغليه. بعد كده للكفته عندي لحمه مفرومه، ملح وفلفل، 7 بهارات، بصل مبشور، بقدونس، ثوم مفروم وزيت، وعندي كمان جزر في الفريك. للصوص الدريسنج نفسه عندي زبادي لاكتال وطحينه وثوم مفروم وملح وعصير ليمون، وعندي صوص احمر هيتعمل بالبصل المبشور والطماطم المبشوره، صلصه الطماطم وملح وفلفل وزعتر وثوم مفروم وزيت. وللتزيين عندنا لوز محمص وبقدونس مفروم. طيب يعني خلينا كده نقول بسم الله ونبدا الاول. اول حاجه انا مسخنه الحله، هحط معلقه زيت في الحله السخنه على النار، هنزل لها بصل، جزر، فلفل رومي، ملح، فلفل اسود، طماطم مفرومة. الناس اللي بتتضايق من قشر الطماطم تقدر طبعا تشيله، مفيش اي مشكلة خالص. وبعدين فريك مغسول ومنقوع ومتصفي. على فكرة قشر الخضار مش بيترمي، قشر الخضار بيستخدم كسماد عضوي لأي زرعة عندنا. ايه رأيك انت بقى؟ ايه رأيك؟ راضي عني؟ الحمد لله. يا مروان، ونقلب كويس قوي. يا مروان، الو، ازيك يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. كل سنة وانت طيب. اؤمر. عايز مقادير كيكة الشوكولاتة. عينيا، كيكة الشوكولاتة المروان لو سمحتوا. قلبنا دخلنا كله في بعضه، والريحه هنا حلوه جدا جدا. هناخد ميه سخنه ونسيب الفريك يستوي. نغطي بقى الحله، نقلب بس الاول كده تقليبه عشان نتاكد انه كله اختلط وان الميه غطت الفريك. وانا كده بحسي الفني حاسه انه عايز رشه ملح ورشه فلفل، ونقلب تقليبه تانية عشان الملح والفلفل، ونسيبه بقى يكمل تسويه. كويس كويس جدا. ادي اول خطوه. تاني خطوه، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا في طاسه على النار، هحط جواها معلقه زيت، مجهزه شويه كفته، وطبعا هنعملهم دلوقتي مع بعض عملي وهقول لكم عملناهم ازاي، بس انا عشان عايزه اكسب وقت تلحق تستوي. ويفضل دايما ان الكفته ما نسويهاش الا لما نسيبها تتشمع في الثلاجه او في الفريزر. فاحنا عملنا كده، فهاخد الكفته اللي احنا مجهزينها انزلها هنا في الطاسه عشان اسويها. تمام تمام. نجهز بقى الصوص الاحمر. خلينا بس نلف لكم دي سنه كده، ممكن نبدل كمان، ايه رايكم؟ خلينا نبدل احسن.
عشان الرؤيه عندكم تبقى واضحه. خلينا بقى نجهز الصوص الاحمر. انا عندي هنا الكسرول سخنه كويس قوي فممكن اشتغل هنا. معلقه زيت بره النار لان الكسرول سخنه قوي. بصل مفروم، ثوم مفروم، زعتر فريش، اللي ما عندوش يحط مجفف طبعا، صلصة طماطم. كل ده بناخد من الحرارة بنستغلها وفي نفس الوقت كمان بنهدي الحرارة شوية قبل ما نطلع تاني على النار. وادي الطماطم المبشورة بدون القشر بتاعها. يبقى كده الصوص الأحمر جهز. هنرفعه بقى على النار ونسيبه ايه ياخد ويدي مع بعضه. يبقى كده جهزنا كذا طبقة. الطبقة الأولى طبقة العيش، الطبقة التانية طبقة الفريك، والطبقة التالتة طبقة الكفتة، والطبقة الخامسة طبقة الصوص. خليوني بس أحط العيش في الطبق بتاع التقديم عشان كل حاجة تبقى جاهزة عشان نبتدي بقى في الصوص الزبادي اللي هنستخدم فيه زبادي لاكتال. مدام نادية. ألو نادية ازيك؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ أخبارك ايه حبيبتي؟ كان عايزة أعرف طريقة عجينة القطايف والبط اللي بالبرتقال. عينيا، نزلونا الوصفات لنادية لو سمحتوا. هاخد بقى يا حبايبي العيش هنا عشان بس نفضي الايه الدنيا حوالينا ويبقى كل حاجة منظمة. ادي العيش اللي هنحط عليه احنا الطبقات دلوقتي بتاعة الفتة. ناخد بقى زبادي لاكتال هنا كده اهو. طبعا العبوات في اكبر واكبر واكبر، والعبوات دي لذيذة جدا للعائلات الكبيرة علشان الكميات او للطبيخ زي دلوقتي. والغطا ده ما تستغنوش عنه لانه لو ما خلصناش العلبة نقدر بعد كده نقفل العلبة ونشيلها في التلاجة من غير ما تاخد ريحة من اي حاجة تانية. الحاجة التانية انا هستخدمها دلوقتي كلها، لكن لو انتوا هتستخدموا جزء منها يبقى المعلقة لازم تكون نظيفة علشان ما تبهدلوش الزبادي بتاعكم. هحط هنا الزبادي وبعدين اقوم واخده الاول رشه ملح واضرب الزبادي الاول عشان ما يحصلش اي تكتل، وبعد كده اكمل بقيه المقادير. مين معانا على التليفون يا حبايبي؟ عصره نص ليمونه وفص ثوم مفروم. يا ملك، معلش يا ملك، كلميني تاني. نقلب حلو قوي قوي. معلقه كبيره من الطحينه الخام ونقلب. يبقى كده الصوص جهز اللي هو صوص الزبادي او دريسنج الزبادي. الكفته تمام، الصوص الاحمر تمام، والفريك شغال كمان تمام. نجهز بقى الكفته اللي احنا بنسويها دلوقتي. في الكبه بتاعت ميانتا هحط اللحمه، هحط معاها بصل مفروم او مبشور يعني، سبع بهارات، ملح، فلفل اسود، بط بالبرتقال معاكوا على الشاشه، ثوم مفروم، ورشه من البقدونس، واضرب دول مع بعض. وعجينة القطايف كمان معاكو على الشاشة. شكرا يا بوسبوس. طبق نضيف عشان نشكل عليه الكفتة اللي هندخلها بعد كده
الفريزر او التلاجة شوية وبعد كده نبتدي نسويها، وممكن طبعا نحتفظ بيها بقى في الفريزر للأوقات اللي زي دي، أطلعها وأسويها على طول. تقدروا طبعا تحطوها في سيخ، تقدروا تحطوها في الفرن على الطاسة أو على الجريل على النار، فحم زي ما انتوا عايزين. مين ملك؟ يا ملك. ملك؟ ألو؟ ازيك يا ملوكة؟ أنا بحبك قوي يا سيف أمير. حبيبة قلبي أنا كمان بحبك قوي قوي. أمور يا ملك؟ كل سنة وانت طيبة. انت طيبة يا حبيبتي وبالصحة والسلامة. عايزة طريقة البيتزا. عينيا عينيا يا ملوك. كده وهكذا هكذا هكذا لحد ما تكمل الكمية بتاعة الكفتة كلها. دلوقتي بقى هاخد الفريك اللي أنا مجهزاه أحطه هنا، نفس المقدار ونفس الطريقة بالظبط. يا نهى نهى يا نهى. أيام أميرة. ازيك يا نهى؟ أخبارك إيه؟ تمام. انتي أخبارك إيه حبيبتي؟ تمام بقى خلاص تعودت أكلمك دلوقتي. حبيبتي ما تحرمش من سماع صوتك، أسمع صوتك كل يوم أبقى سعيدة جدا. ربنا يخليكي. عايزة اقتراحاتك بقى جنب الفراخ متبلة من التتبيلة بتاعتك اللي هي بالزعتر دي. تمام. دقة الزعتر. أوكي. إيه بقى تقديم ده؟ صوص مكرونة ولا يا سلام عليكي، لسه كنت هقول لك. طب ممكن مقادير بقى الوايت صوص بتاعتك؟ عيني عيني يا حبيبتي عيني. وناخد الكفتة دي يا حبايبي. استوت. نظبط بس طبقنا كده اهو. انا بحب الوصفه دي قوي قوي قوي. طعمها حلو جدا. وادي الزبادي بتاع لاكتال، وبحب انا احط شويه كمان من الزبادي يعني في سوسيرة كده على جنب، اللي حابب انه يزود يزود. هناخد من الصوص الاحمر، نسقي الفته بتاعتنا كده. وهناخد من صوص زبادي لاكتال ونحط كده. أميرة على التليفون؟ يا أميرة. أميرة ازيك أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. أموري يا حبيبتي. معلش عايزة أعرف طريقة الجلاش باللحمة المفرومة. عينيا. إيه تاني؟ والقطايف. حاضر عيني. وبعدين ناخد اللوز ونحطه على الفتة. طبعا اللوز اختياري اذا حبيته هي، يعني ما شاء الله مش محتاجة حاجة، بس بما اننا يعني في رمضان كده شهر الكرم فيعني ايه مظبط امورنا، لكن لو مفيش مفيش مشكلة خالص. خلصنا فتت الكفتة والفريك باسوس الزبادي بتاع لاكتال. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم جدا جدا جدا. وهنطلع بقى فاصل ونرجع نكمل بقية وصفاتنا، استنونا.